ليكيب رانا في ولاية بازا وبالتحديد في لافريب تحجوط اللي هي سوق 3. تقدروا تشرو منها غير بالصرف، كلش رخيص غير بنادم اللي غالي. خاوتي السوق هذه كاينه غير بثلاثة وجاية فلاري تاع ليبيس في حجوط للناس اللي يحبوا يروحوا. المهم راح تلقاو بزاف صوالح لهنا يصلحوا وببري رخيص، وكل خطره يجيبوا حاجه جديده. كيما هذو تريكاوات كانوا يحسبوا فيهم 20000 للواحد. كيما هذا تريكو الاصفر لو كان يشوفوا يا لودي زاد يهبل عليه. وكاين ثاني هذو كسكيطات اللي دايرين لهم 20000 الوحده وخير. وهذا صباط على روندوني خاوتي، شوفوا لقيتو ما بيناتهم دايرين له 50000 برك. وهذو ثاني دايرين لهم ما بين 50000 و 100000 وخير اللي تصلح. ولي فامي اللي حوسوا على الكراطب لولادهم لقيتهم اللي هنايا ما بين 100000 حتى ال 200000. خاوتي شوفوا هذا اللي عنده وليدو يقباح ولا خو يديه له ضربه وحده يسكت. اللي جوي هذو دايرين لهم ب 15000 للوحده. وتلاقيت ثاني بهذو اللي زحقوا بهم ما نعرفش شحال كانوا يحسبوا فيهم. والحوايج تاع الدراري صغار دايرين لهم 10000. وسراول هذو كانوا دايرين لهم 50000. هذه معشوقة الجماهير خاوتي ما تقولوا لي والو لقيتها.